طيب الجزء الثاني وهو متعلق برضو بنهائي دوري الأبطال، ولكن في إطار إيه؟ الفترة الأخيرة شفت كلام كتير جدا بخصوص تضارب موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأجندة الدولية، والتفاصيل اللي بسمعها بصراحة يعني أحيانا في كلام بيتقال مش صح ومخالف تماما للوائح. والقصة يا جماعة خارجة عن فكرة النفوذ ومين ليه صوت ومين ليه سيطرة ومين عنده كوادر. القصة ما لا تضرب بهذا الشكل على فكرة. يعني القصة لو بصينا على الورق صح، بلاش نظرية المؤامرة. يعني ساعة ما الأهلي كان عنده مشكلة في تضارب المواعيد كانت فعلا مشكلة في تضارب المواعيد. يعني أنت بتلعب كأس إفريقيا في نفس توقيت كأس عالم أندية، فده كان تضارب مواعيد واضح جدا، ووقتها ما حدش وقف مع النادي الأهلي في المشكلة دي ولا حتى يحب يحط أي حلول للمشكلة دي. لكن المرة دي المشكلة اتعكست، بس ما اتعكستش بنفس التفاصيل. اتعكست إزاي؟ إن المنتخب عنده مباراة رسمية مع غينيا يوم 14/6، نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 11/6، فبالتالي فكرة إنه لعيبة الأهلي تنضم إمتى وتلعب إمتى، لا طبقا للأوراق والقوانين واللوائح مفيش حاجة غلط. ليه مفيش حاجة غلط؟ هي الأجندة هتبدأ إمتى؟ 11/6 ولا 10/6 ولا 12/6؟ 12/6، يعني في اليوم التالي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. إذن على الورق كلام الفيفا بيتطبق صح، والاتحاد الافريقي نفذ تعليمات الفيفا 72 ساعة ما بين آخر مباراة مع النادي عن المباراة الأولى للمنتخب من 11 ل 14. طيب دي نقطة. النقطة الثانية الأجندة هتبدأ 12، وبالتالي أنت لو عايز تضم لعيبة النادي الأهلي تبدأ تضمهم من يوم 12، لأن في مباراة رسمية للأهلي في إفريقيا يوم 11. كده مفيش مشكلة ومفيش تضارب، كل اللي بحكيه ده مفيش تضارب. طب المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن المنتخب كان عايز يعمل مباراة ودية يوم 14، يوم 14 وفي إحدى الدول يعني إيه بعيدة شوية عن القارة الإفريقية، ويلعب مباراة غينيا في نهاية الأجندة 18 19 20 ما عندوش مشكلة. ولكن المنتخب والجهاز الإداري للمنتخب نسي نقطة مهمة جدا. حضرتك المباراة مش على ملعبك، دي مباراة غينيا كوناكري، هي اللي بتحدد الميعاد والمكان والتوقيت، وبالتالي عشان تلعب مع غينيا في الميعاد اللي انت شايفه مناسب ليك لازم تتفق مع غينيا. تيجي تلعبك في مصر يبقى شطاره منك، اتفقت معاها تلعبك في توقيت تاني غير يوم 14 تبقى شطاره منك. ولكن لا حصل ده ولا حصل ده، لان غينيا من حقها تحدد ان هي تلعب يوم 14. طب هي حددت خلاص يوم 14 لان عندها مباراه وديه تانيه يوم 17، يبقى انت يجب عليك انك تحضر نفسك من بدري على فكره لعيبه الاهلي تنضم لك امتى، وهل هتبقى معاك في ماتش غينيا ولا مش معاك في ماتش غينيا، وتقفل الصفحة على طول. تقفل الصفحة. القصة لا قصة نفوذ ولا كوادر، القصة قصة أوراق وأفكار. أنت عارف غينيا هتلعبك خارج غينيا في الأجندة الدولية، وفي فريق مصري الأهلي هيوصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا من بدري، تعمل اتصالاتك يا غينيا يا الاتحاد الغيني بدل ما تلعبوا في أي دولة إفريقية لأن أنتوا عندكم مشكلة في الملاعب في غينيا، تعالوا لعبونا في مصر وحط امتيازات وحط كل اللي انت يبقى تحت امر الفريق الغيني والمنتخب الغيني. اتفقت وفوضت وعملت، يبقى انت استفدت بده. وقت ما تحدد المكان وتتفق معاهم تقدر بقى تخلي الماتش ده امتى؟ يوم 18، يوم 19، يوم 20، ما انت خلاص جايب الضيوف هنا وهتلاعبهم هنا. واعمل بقى الاجنده بتاعتك والماتش الودي يوم 14 في احدى الدول، يعني في احدى القارات البعيده شويه عن القاره الافريقيه بدون ذكر اسم المنتخب عشان ما يبقاش فيها احراج، لان هم كانوا عايزين يتفقوا على مباراه كان هيبقى فيها فلوس كويسه، ولكن التوقيت والظروف والامور اللوجستيه ما سمحتش ان هي تقام هذه المباراه. ولكن في النهايه خلاص انت امام امر واقع، غينيا حددت يوم 14، ملهاش لازمه بقى فكره ايه اصل لعيبه الاهلي لازم تنضم لي بدري، اصل الجهاز الفني هيشتغل على الفكر ازاي انضم لعيبه النادي الاهلي. تصريحات الاستاذ محمد غرابه في الملف ده اتمنى تقل شويه، لان الخطا الاكبر جاي من خلاله ومن خلال الجهاز الاداري للمنتخب. لعيبه الاهلي هتركز في مباراه نهائي افريقيا الذهاب 4 العوده 11/6، الجهاز الاداري للمنتخب يبدا يحضر على وصول لعيبه الاهلي من 11/6 عشان تلعب مباراه غينيا يوم 14/6 اذا كانت ظروفهم تسمح بالمشاركه طبقا للرؤيه الفنيه لروي فيتوريا. ايه النقطه الوحيده اللي ممكن تنقذ الجهاز الاداري لمنتخب مصر من المشكله والمعضله دي كلها؟ ان الوداد يتاهل نهائي دوري الابطال، ما يكونش سان داونز هو طرف المباراه النهائيه. طب ازاي؟ ما هو غينيا بتلعب المباريات الرسميه بتاعتها في المغرب والمباريات الوديه في المغرب. عشان كده انا بقول للجهاز المنتخب انت من بدري لو كنت اتفقت مع غينيا تلعب في مصر ما كانتش حصلت مشكله، ولكن خلاص غينيا هتلعب في المغرب.
لو الوداد وصل فاينل خلاص انت ما عندكش مشكله، هيخلصوا الماتش يوم 11 في الدار البيضاء، هيطلعوا منها على مراكش، يعني انت في المغرب، في قلب المغرب، مش هيطلعوا في حته تانيه، فالموضوع بالنسبه لك سهل. لكن صن داونز لو وصل فاينل انت عندك بقى ترتيبات اداريه وحجز طيران، وهل ممكن تجيب طياره خاصه، دي امور خاصه بالمنتخب، ولكن مفيش تضارب، ولكن عدم التنسيق الاداري وعدم التحضير لاجنده سته هي اللي وصلت المنتخب للمشكله اللي هو بيطرحها من خلال وجهه نظره. اعتقد كده انا شرحت لحضراتكم هل في تضارب ولا مفيش، والمشكله جايه منين، هل من الاتحاد الافريقي، هل من منتخب غينيا، ولا الجهاز الاداري لمنتخب مصر اللي ما حضرش وما اشتغلش كويس في هذا الموضوع. والخطوات اللي بتروح للاتحاد الافريقي صدقوني يا جماعه لا هتضيف ولا هتديك اي اجابه ولا اي استجابه، لان الاتحاد الافريقي ليس معني بتحديد ميعاد المباراه، الفرق المستضيفه هي اللي بتحدد ميعاد المباراه. هتقول لي ما هو المغرب، جنوب افريقيا، الفرق اللي معانا في نفس مرحله الانديه ليه بتلعب بدء متاخر، يعني مش 14 هتلعب 16 او 17؟ اقول لك هي مش على ملعبها، المغرب رايحه تلعب جنوب افريقيا في جنوب افريقيا، فجنوب افريقيا هي اللي حددت الميعاد. تونس هتلعب غينيا الاستوائيه في غينيا الاستوائيه مش في تونس، فالفرقه دي اللي حددت مواعيدها بالشكل ده. ليه انت بقى جت كده معاك، يعني مش هقول لك سوء حظ، ولكن عدم تحضير جيد لهذه الجزئيه.